اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في بدايه حلقه النهارده كنت تكلمت مع حضراتكم وطرحنا بعض الاسئله اللي هنطرحها في هذه الفقره فيما يخص منح الاقامه للاجانب مقابل تملك العقارات في مصر. الى اي مدى احنا ممكن ننافس في هذا السوق؟ بعض التفاصيل هنعرفها عن على سبيل المثال بدايه من سعر او قيمه الوحده العقاريه اللي يمكن في مقابلها يكون في او منح الاقامه للاجانب. يمكن كنت ايضا ذكرت لحضراتكم بعض الارقام للعقارات في السوق الاوروبي مقابل جنسيات او مقابل اقامات. خلوني ارحب بضيوفي الكرام، استاذ او المهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصريه. بشوانس اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. والنائب محمد العقاد عضو لجنه الاسكان في مجلس النواب. سيادة النائب اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ. اهلا بحضرتك. بشوانس، يعني غرفه التطوير العقاري هي صاحبه هذه الفكره بمنح الاقامات للاجانب في مقابل اسعار معينه للعقارات. كلمنا اكثر عن الهدف وعن هذه المساله وازاي دي هتفيد القطاع العقاري، وهل حضرتك شايف ان الاسعار دي مناسبه؟ طيب مبدئيا الحقيقه هو الموضوع مستوحى من ان السيد الرئيس كان وجهه نظره كيف نحصل على مصادر تمويليه للدولار والعمله الصعبه لمصر من روافد غير تقليديه. معروف ان مصر بالعمله الصعبه بيحصل عليها من 5 مصادر: من السياحه، من العاملين بالخارج، من قناه السويس، من الاستثمار المباشر، ومن التصدير. دي المصادر اللي بتجيب العمله الصعبه في مصر. اضافه رافد جديد هو تصدير العقار، ده في حد ذاته امر جيد للاقتصاد المصري وللدوله المصريه وللمخزون الاستراتيجي الموجود هنا. بس يعني طبعا في معظم بره معمول به بالعكس، ده في ناس زمان جدا احنا شايفين ان احنا اتاخرنا في الامر. صحيح. ده وان في بلدان تانية سبقتنا قدرت تحصل على مليارات الدولارات تقوي بها رصيدها الاستراتيجي والدولاري سبقتنا. فاحنا الحقيقه شايفين ان كان يجب على مصر ان هي مبدئيا احنا طلبنا ان يكون في اقامه. وبالفعل الحقيقه الدكتور مصطفى مدبولي وهو طبعا هو كان الفاعل في هذا الامر، ان هو اقتنع بالفكره وصعدها على قياده سياسيه، قياده سياسيه اقرت القانون، القرار عفوا اللي صدر من وزير الداخليه في نهايه 2017. القرار بيتناول 3 مواضيع. اول حاجه هو انه بيعطي اقامه لمده عام للي يشتري وحده سكنيه قيمتها 100,000 دولار، وبيدي اقامه لمده 3 سنوات في حاله الاقامه في حاله 200,000 دولار شراء وحده عقاريه، وايضا 400,000 دولار يساوي 5 سنوات اقامه، فهو عمل تدرج في الاقامه طبقا لقيمه الوحده. الحقيقه احنا طورنا على هذا الامر. ده مش باثر رجعي، ده بدايه من صدور القرار. من صدور القرار طبعا. والقرار ده ايضا الحقيقه كان فيه برضه ميزه احنا قدرنا ان احنا نتواصل فيها مع الوزاره في اللائحه التنفيذيه، هو ان احنا اتحنا للاقامه في ظل شراء عقار اوف بلان تحت التنفيذ. يعني مش لازم يشتري وحده تامه البناء، ممكن يشتري عقار تحت التنفيذ من مطور عقاري، وبالتالي يقدر ياخد الاقامه لمده سنه اذا عمل حاجتين. يدفع منها نسبه قد ايه؟ 40%. اذا سدد 40% من قيمه العقار او 100,000 دولار ايهما اكبر. اذا 40% اوكي او 100,000 دولار، فبالتالي يقدر ياخد اقامه حتى في فتره التنفيذ. الحقيقه احنا برضو تدارسنا كل الاحتمالات اللي ممكن تكون محل نقاش او لغط او ضرر وغطيناها. اول حاجه الفحص الامني. اي متقدم لشراء عقار عشان ياخد عليه اقامه بيتم فحصه امنيا بالمطلق، فبالتالي اصبح سلطه الفحص الامني هتجاوب على اي مخاطر ممكن تيجي للبلد، لان كان في كلام بيتقال ده ممكن يجي لنا ناس. لا، مش هيجي لنا حد، الامن قادر على فحص هذا الامر بالدرجه الكافيه والموافقه او الرفض. الحقيقه الدكتور مصطفى برضو اضاف حته مهمه جدا، قال ان لازم الموافقه الامنيه دي تكون لا تتجاوز شهر، عشان قرار متخذ القرار في الشراء ما يترددش او ما يرجعش في كلامه. اللي هو عايز يشتري هيقدم على طبقا للتشيك ليست المطلوب، في غضون 30 يوم لازم يكون صدرت له الموافقه في حاله قبوله، والاغلب طبعا اللي ما فيهوش مشكله هيتقبل. الجزئيه الثانيه ان احنا اتحنا ايضا فكره انه كل سنه هو بياخد اقامه لمده سنه وبتتجدد فتره انشاء المبنى، كل سنه بياخد جواب من المطور العقاري انه بيسدد اقساطه وانه مازال محتفظ بالعقار، لانه لو باع العقار هتسقط عنه الاقامه. فبقى في ارتباط بين الاقامه وبين ما يقدرش يعني يتاجر. مش مساله استثماريه. لا خالص، هي العقار الاول مش استثماري. العقار بتاعي وهجمده. مش هجمده. يعني اما هقعد فيه اما هجمده او اخد اقامتي، هاخد اقامتي عليه. لكن لو انا بتكلم على موضوع استثماري اقدر اشتري عقار ثاني وثالث ورابع واشتغل بيه، مفيش مشكله. العقار الاول فقط هو اللي كده.
العقار الاول اللي انا واخد عليه الاقامه هو اللي ما ينفعش ان هو يبيعه، لان لو باعه هو اصلا واخد الاقامه ليه؟ ده زي بالظبط في الدول الثانيه اللي بيشتري عقار عشان ياخد اقامه في دوله اوروبيه، لو باع العقار الاقامه بتاعته تسقط. امر طبيعي يعني، ده بنفيت وميزه هو واخدها مقابل شراء العقار. الحاجه الجزئيه الثانيه اللي اهتمينا بيها انه يكون الدولارات اللي بيتم تحويلها يتم تحويلها من خارج مصر. الدولار بيتم تحويله من خارج مصر على البنك المركزي المصري، فبالتالي البنك المركزي المصري هو اللي بيستفيد بالعمله الصعبه، رصيده بيزيد وبيحول لشركه التطوير العقاري او للمالك بالجنيه. فكده المطور العقاري ما خدش الدولار، ودي حاجه ما تهموش، البنك المركزي خده فالدوله استفادت. الجزئيه الثالثه هو ان احنا شايفين الحقيقه ان في جاذبيه متوقعه ان شاء الله، لان بعد الديفالويشن اصبح قيمه العقار المصري عقار منخفض. انت بتتكلمي على ان في مقارنه بايه يا باشمهندس؟ مقارنه بكل البلدان احنا ما زلنا ارخص متر عقار حتى لحظه حديثي، برغم الارتفاعات اللي حصلت. خلينا نتفق ان في ارتفاعات حصلت في السنتين مش قليله، لكن ما زلنا رغم ذلك احنا ارخص عقار في مصر. العقار المصري ارخص من الامارات، ارخص من السعوديه، ارخص من الاردن، ارخص من لبنان، ارخص من اوروبا، ارخص بالمطلق. ماشي ماشي، عندي مقارنه على فكره، واحنا كمان نطلعها هرجع للمقارنه يا باشمهندس نطلعها بقى. سياده النائب، عايز اعرف تقديرات حضراتكم للارقام المحطوطه في مقابل هذه العقارات، هل ممكن تؤتي بعوائدها؟ لو هنتكلم على سعر العقار في حد ذاته اللي حضرتك بتتكلمي على، لا على على الصناعه دي، على مستوى العالم، على الملف ده، ملف تصدير العقارات على مستوى العالم بنتكلم في موازنه 150 مليار دولار تصدير عقارات على مستوى جميع دول العالم. احنا المستهدف لينا هنا 3 مليار دولار في السنه، وده هيبقى مصدر ممكن نجيب ال 3 مليار سهل قوي ان احنا نجيبهم، ولكن انا عايز اقول ان احنا بنصدر ب 30 مليار دولار في السنه، فكون ان احنا بدايه تصدير يبقى مستهدف في صناعه جديده على التصدير 10% دي حاجه كويسه، ولكن في حاجات بقى ممكن تساعدنا على بلوغ هذا الرقم. احنا عندنا البضاعه اللي الزبون اللي بره جاي ياخدها، عندنا المجتمعات العمرانيه اللي هو بيدور عليها، عندنا تنوع وثراء شديد في العقارات المصريه، عندنا مدينه العالمين الجديده، عندنا العاصمه الاداريه الجديده، عندنا 38 مدينه جديده وكلهم بيشكلوا مراكز جذب، غير المدن الساحليه اللي عندنا اذا كانت شرم او الغردقه الحاجات القديمه، ولكن لازم يبقى في معاها اجراءات بتسهل ملكيه الاجنبي اللي جاي يستثمر، زي التسجيل، تسجيل العقارات زي ما قال طارق بيه، دي نقطه مهمه جدا، لانه سند الملكيه لازم يبقى واضح ومريح. احنا عندنا هنا في مصر طبعا بصرف النظر عن الانشاءات الحديثه عاده بيبقى سند الملكيه سند مش مسجل، عقد ابتدائي. ده عرف مش موجود في اغلب دول العالم، ده موجود عندنا احنا بس. وبالتالي لازم اللي جاي يشتري سواء هيشتري في المجتمعات الجديده او هيشتري في المجتمعات القديمه لازم يبقى سند ملكيه واضح مسجل ومفرز. النقطه دي يمكن ده لينا دور فيها اكبر، قانون الشهر العقاري او قانون التسجيل في الشهر العقاري ده احنا بنعمل على صدوره عندنا في المجلس، ولما هيطلع ان شاء الله ده هيشكل اضافه جديده وحافز مهم قوي. يعني احنا عندنا الوحده فعلا زي ما طارق بيه بيقول، وعندنا سعرها مناسب. يعني لو تسمح لي سياده النائب، يعني هل المشكله انه في صدور القانون ولا في رسوم؟ انه رسوم بتبقى عاليه فالناس ما بتروحش تسجل. الرسوم بتبقى عالية أول مرة، ومش بس عالية، بتاخد وقت طويل قوي أول مرة عشان تنزل تتسجل وينزل لها مساحة، بتاخد فترة طويلة، وده اللي احنا بنحاول نقلله في القانون كرسوم وكمدة عشان يوصل المنتج النهائي. ما يا فندم كلنا بنعمل عقارات لأول مرة، يعني في أول مرة لكل واحد. لا، العقار نفسه يبقى أول مرة. حضرتك لو رايحة تشتري عقار مسجل ما بياخدش منك حاجه، وانت واقفه في الشهر العقاري بتخلصيه. حاجه مش مسجله بقى، حاجه بقى مش مسجله اصلا، زي 90% من عقارات مصر بوجه عام دي اللي بتاخد بقى شهور في التسجيل. حتى انا مش بتكلم عن الملك الاول، يعني سيادتك عندك شقه لو مسجله انا ممكن اشتريها من سيادتك في نص ساعه في الشهر العقاري، وانا مش اول واحد، انا ثاني يد او ثالث يد او هكذا. انما لو العقار نفسه مش مسجل، بس القيمه كمان، المده والقيمه فدي نقطة مهمة قوي. صح. وكنا بنتكلم فيها على مدار يعني الدور الانعقادي اللي فات كله، وإن شاء الله نتعشم الدور ده يطلع فيها.
باذن الله. الحته دي ليها رد. الحته دي مهمه جدا جدا بيقول عبد بتاعت الرسوم؟ لا بتاعت التسجيل. هو الحقيقه التسجيل الوضع الراهن يعني وضع مش منطقي خالص. ثلاث وزارات بتدير الامر. المالك وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اللي بيقوم بالتسجيل الشرعي العقاري تبع وزاره العدل، المساحه تبع وزاره الري. ثلاث وزارات في عمليه التسجيل، فبالطبيعي ان الموضوع ده بياخد وقت طويل جدا غير انه بياخد رسوم، يعني بياخد الاثنين وقت ورسوم، فالناس بتطفش منهم. صحيح. بس العرف عند الناس بره انه ما بيقدرش يشتري وحده مش مسجله. الحقيقه في مبادره برضو الدكتور مصطفى يعني الحقيقه ايه تبناها، انه هيتم التسجيل في المدن الجديده بالايداع. التسجيل بالايداع بمعنى ايه؟ ان هيبقى في تشيك ليست مجموعه من الطلبات السهله والمحدده والغير قابله للمعنيين هتقدم لجهه الاداره اللي هي الجهاز، ويتم التسجيل بالايداع فيها. بمجرد ما تقدمه يبقى انت تاخد ختم التسجيل. ودي نقله كبيره جدا جدا، بس هتبقى للمجتمعات فقط، لان باعتبارها هي الجهه الاسهل في محاوله وصول لحل ليها، لان ما حصلش عليها ملكيات متعدده. هي في الاخر الدوله بعت للمطور القديم بقى ده مرحله ثانيه، يعني هو القديم بقى هو القانون بتاع التسجيل، هو القانون للقديم اللي بيطلع للقديم. لكن المجتمعات هتحل امرها بان هي في الاخر باعت لمطور، مطور باع لاند يوزر، فالعمليه سهله، فما لا يؤخذ كله لا يترك كله. يعني فايه حل هيئه المجتمعات ده بيمثل اكتر من 50-60% من الموضوع، لان معظم الناس العقود الجديده كلها بتتم في المجتمعات العمرانيه. دي نقطه مهمه بتاع التسجيل. طيب خلوني انا عايز ارجع لنقطه ثانيه سياده النائب، بس معانا تليفون ونرجع للنقطه. مهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القوميه، باشمهندس اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. عايز اسال حضراتكم او حضرتك توقعاتكم لمردود هذه المساله، منح الاقامه للاجانب مقابل العقارات في مصر، المردود القريب على الاقل. بص حاجة، احنا يعني في تصوراتنا ان احنا اعتقد في خلال من سنتين لثلاثه هيبقى في مردود يوصل ل 3 مليار دولار، وبعد كده هيبقى في مردود سنوي ان شاء الله. هي الفكره طبعا، انا بس الاول يعني بحيي النائب محمد ابن العطاري بيه. اهلا وسهلا فيك. هو ده اهلا توصل بالسلامه. زي ما بقول لحضرتك، هي بس الفكره ان طبعا ده موضوع احنا لازم نبتدي نشتغل عليه بقوه، كل الجهات، سواء احنا كوزاره او الساده المطورين، ونعمل خطط للاعلان على الكلام ده، كل المعارض وكل الدول، ويبقى في بنوضح بدء التنفيذ امتى يا باشمهندس؟ نعم؟ بدء التنفيذ امتى يا فندم؟ احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي، يعني احنا النهارده خلاص فاضل بس بعض الحاجات البسيطه، وهتطلع التعليمات من السيد اللي هو مدير اداره الجوازات في كل الادارات، هيبتدي يتنفذ على أنا عايز أسأل حضرتك، هو مين محدد قيمة المبلغ؟ أو على أي أساس تم تحديد قيمة إنه والله هذا المبلغ قدامها سنة إقامة، هذا المبلغ 5 سنين إقامة، وأيضاً قيمة الوحدات العقارية؟ بص حضرتك، طبعاً تحديد المبالغ طبعاً اتعمل الدراسة في الأول، وشفنا التكلفة اللي موجودة النهاردة، الأسعار متوسط الأسعار الموجودة في السوق، وشفنا تجارب الدول الأخرى كلها، فكان طبعاً لازم يبقى فيه نوع من أنواع المقارنة مع الدول، ونشوف اللي سبقونا كانوا حاطين ارقام ايه، وبالنسبه لنا احنا فهي دي من هنا كانت الارقام. قارنا مع اي دول يا باشمهندس؟ يعني احنا بنقارن نفسنا مع اي دول، اي عقارات دول لو تسمح لي؟ لا يعني في دول اوروبيه كثيره حضرتك، سواء الدول اللي لسه داخله في الاتحاد الاوروبي زي دول شرق اوروبا، في دول زي اليونان، زي في قبرص، في البرتغال، في كل هذه الدول عليها تجارب في هذا المجال، وعندها بامكانيات. مالطا دخلت مؤخرا في هذا المجال، فكل دول اللي كان درسنا وشفنا الارقام وشفنا هم بيعملوا ايه. ما هنا بقى انا كنت بسال السؤال ده يا فندم، عشان المنافسه، هو هناك بيدي اقامه وساعات جنسيه، وده اتحاد اوروبي، فهل احنا بننافس الاتحاد الاوروبي؟ خلي بال حضرتك برضو، احنا ما زلنا السوق المصري يعتبر يعني كسعر اقل، لسه ما زال السوق هنا بالنسبه لبعض الدول وبعض الجنسيات رغبه جدا انها تعيش فيه. اكيد يا فندم، بس يعني بنتكلم عن اسعار قريبه جدا، وممكن في دول في شرق اوروبا اقل من مصر. بس خلي بقى حضرتك، مش الاسعار بس، هي الفكره كلها مش الاتحاد، مش فيه مستوى المعيشه طبعا، تكلفه مستوى المعيشه في مصر اقل بكتير قوي من اوروبا، التحركات قرب المسافه، التنقلات دي كلها برضه اسعار طيارات، واحنا مش بنتكلم على افراد، احنا بنتكلم على عائلات. التكلفه قرب المسافه، ان هو يقدر يجي في كل ويك اند لو عايز الطياره ساعه ساعه ونص بكتير، يكون موجود في بنستهدف يعني الاقرب. بشكر حضرتك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القوميه،
باشمهندس خليني اسال حضرتك باشمهندس طارق نفس السؤال، يعني احنا بنتكلم عن اسعار متقاربه لدول شرق اوروبا اللي بتدي الجنسيه، وفي دول اصلا في الفتره الاخيره قللت للنص، يعني قللت اذا كانت تملك العقارات في مقابل الاقامه او الجنسيه عوائد اخرى او يمكن ودائع مصرفيه تقللت برضو للنص علشان في مقابل الجنسيه او الاقامه لمدد مختلفه. احنا بنعمل ايه؟ لا ده احنا بنعمل كلام مدروس، بس هو الحقيقه فيها حته لازم تتفهم. هو لان ظهر الامر كده ممكن يصير السؤال اللي سعادتك قلتيه. احنا العقار المصري هو العقار اللي بالتجربة وبالتاريخ وبالواقع بيزيد زيادة تمثل أكتر من 10 أضعاف أي دولة أخرى. تاني يعني الدولة الأوروبية اللي حضرتك بتشتري فيها عقار ب 250 ألف دولار توقعي إنه بعد 5 سنين هيكون ب 250 ألف دولار. بس أنا عندي مش للاستثمار يا فندم. ثانية واحدة يا فندم، أنا هقول لحضرتك بس الفرق. قيمة ال 250 ألف دولار رسميهم في دولة أوروبية احتمالية زيادتهم 1 أو 2% في السنة دي احتمالية متفائلة. إذا بعد 5 سنين أنا مش هكون اتحرك سعري، هيكون قيمتي 250 ألف دولار. أما العقار في مصر في 5 سنين ده من المنطقي ومن الطبيعي ومن المعتدل ومن اللي حصل فعلا إنه هيكون أكتر من الضعف، يمكن 150%. إذا ال 250 دول هيكونوا 500 أو 600 كقيمة مكافأة. النقطة دي تحديدا إنه بعض الخبراء بيقولوا المسألة مش هتفضل كده في مصر، مش هنفضل نعلى بالقيمة بالطريقة الجنونية اللي بتحصل الفترة اللي فاتت، وإن هذه المسألة توقفت إلى حد ما. نقطة تانية إنه ده في حالة العقارات حضراتكم سامحين بيها للاستثمار، لكن في مصر إحنا مقابل الإقامة ما ينفعش يستثمر في العقار اللي اشتريه. في فرق بين ان هو شاري عقار ولازم يحافظ على ملكيته لكن قيمته زادت. انا شاري عقار وما زلت ساكن فيه او مقيم فيه او ملتزم بعدم بيعه عشان تفضل اقامتي موجوده، لكن قيمته تضاعفت فاصبحت ثروتي قيمتها تضاعفت. في فرق بين العقار بعد 5 سنين او 10 سنين ما زالت قيمته زي ما هو. دي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اتنين، هو في لحظه معينه نفترض ان هو بعد 10 سنين 7 سنين عايز يمشي ومش عايز الاقامه، هيبيعه بسعر الجديد. ده رقم واحد. اذا في فرق كبير قوي في درجه النمو في العقار المصري من العقار في اوروبا. هل احنا متفائلين فعلا انه لسه الارقام بتعلى بنفس الريت او نفس الوتيره بتاعت قبل كده؟ لا ما نقدرش نقول نفس الريت، لكن اكيد ان العقار المصري وفي مصر اعلى درجه استثمار. ده كل المؤسسات الدوليه قالت كده، بيع فيها الشركات الاماراتيه والعربيه اللي اعلنت في ميزانياتها ان اعلى نسبه ربحيه حققتها من مصر. دي لازم نطمن للنقطه دي. النقطه الثانيه مستوى المعيشه والجو واعتبارات اخرى. الموضوع مش بس قل يعني جنسيه ولا اقامه. حضرتك بتتكلمي على مصر فيها 5.4 مليون عربي واجنبي مقيم في مصر بدون ورق رسمي، من اخواننا السوريين الليبيين اللي عندهم مشاكل امنيه في بلادهم. حضرتك تقدري الاسعار دي مع اخواننا السوريين والليبيين مش ممكن ما يكونوش. لا حضرتك احنا حللنا وعرفنا ان ال 5.4 مليون دول عباره عن 3 تلات، تلت عنده قدره ماليه جيده جدا وتلت متوسط وتلت غير قادر. احنا بنستهدف اللي عنده قدره. اللي عنده قدره دول اكتر من 400 ألف اسره. لو اشتغلنا بس عملنا ماركتنج وتسويق جيد لجذب هذه الاسر، لان الاسر دي موجوده هنا بدون اقامه، يعني ممكن في اي لحظه يترحل. فبالتالي هو عايز يبقى عنده اقامه رسميه. طب يا فندم هو يفتح حساب بنكي، يشتغل، يحط نفسه في شركه، امر. احنا نروح فاصل وهنكون في انتظار حضراتكم بعد الفاصل باسئله اكتر، يمكن نفس السؤال لسياده النائب واسئله اخرى كثيره. اتفضلوا، نكون في انتظار حضراتكم.